بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها البارتيشن كوفيشنت. انا اسمي شيماء علي، مدرس مساعد في قسم الصيدلانيات والصيدله الصناعيه. هشرح البريلاب بتاع البارتيشن كوفيشنت. زي ما انت عارف ان البريلاب عندنا دايما بيبقى مقسوم جزئين، جزء بيتكلم فيه عن الاكسبيرمنت وجزء بيتكلم فيه عن المسائل. فاحنا برضو نفس الكلام، اول جزء هنعين البارتيشن كوفيشنت ونشتغل اكسبيرمنت على الكلام ده، والجزء الثاني هنبدا نعرف مسائل على البارتيشن كوفيشنت. طيب تعالى كده نعرف مع بعض يعني ايه اصلا بارتيشن كوفيشنت. تمام، بيقول لك لو انت عندك سبستنس، السبستنس دي بتدوب في تو اميسيبل ليكويد، جاست مثلا لايك ووتر اند اويل. فايه اللي بيحصل للسبستنس دي؟ السبستنس دي هتبدا توزع نفسها، جزء هيروح للاويل وجزء هيقعد في الميه. طب يا ترى هيبقى كام راح للاويل وكام راح للميه؟ قال لك دي بتبقى كونستانت ريشيو، هي الريشيو دي اللي بنسميها الديستريبيوشن كوفيشنت. يبقى تاني، لو انت عندك substance والsubstance دي soluble in two immiscible liquid like oil and water, it will be distributed between them in a constant ratio. This ratio is called or known as partition coefficient. تمام، يبقى المادة بتبدأ توزع نفسها ما بين التو solvent دول. اوكي طيب كده عرفنا يعني ايه partition coefficient. طب ايه القانون بتاع partition coefficient؟ عشان بس نبقى عارفين، رمز partition coefficient رمزه K. يبقى ايه هو رمز البارتيشن كوفيشنت؟ بنسميه كي. قال لك على حسب، لو السوليوت مولكيول بتاعتك موجودين في نفس الستيت، يعني ايه في نفس الستيت؟ يعني بيكون مونيمر في السولفنت الاولاني ومونيمر في السولفنت الثاني، فساعتها الكي هتبقى بتساوي الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الليكويد الاولاني وليكن ايه، ديفايدد باي الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الليكويد الثاني وليكن بي. طيب هي في كيس ثانيه قانون غير ده؟ قال اه، لو انت عندك السوليوت بتاعك exists as monomers in solvent A and as dimers in solvent B، يبقى هو هنا في شكلين مختلفين، مونيمر في solvent A وشكله دايمر في solvent B، فالقانون هيتغير شوية. K مين K ده؟ اللي هو البارتيشن coefficient، هيساوي الconcentration بتاعت substance بتاعتك في الليكويد الأولاني اللي بيكون فيه مونيمر عادي، لكن هنيجي بقى في الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الليكويد اللي بيكمل اللي بيكون فيه دايمر، وهناخد لها السكوير روت. اوكي، يبقى كي ات ويل بي ذا كونسنتريشن اوف سبستنس ان ا ديفايدد باي ذا سكوير روت اوف ذا كونسنتريشن اوف سبستنس ان سولفنت بي. وانا هنا خدت السكوير روت ليه؟ عشان هو بيكون دايمر في سولفنت بي. ونخلي بالنا من القانونين دي عشان دي هنستخدمهم طبعا في المسائل، ما عندناش غير هما القانونين دول، يا اما كي اللي هو البارتيشن كوفيشنت هو الكونسنتريشن في السبس في ايه كونسنتريشن على كونسنتريشن، يا اما يكون كونسنتريشن ديفايدد باي ذا سكوير روت اوف ذا كونسنتريشن اللي هو بيكون دايمر. فناخد بالنا يا جماعه، بيكون دايمر ولا ما بيكونش؟ طيب ناخد بالنا من برضو الحاجات دي مهمه جدا. لو قال لنا كي فروم اويل تو ووتر، لو قال لك كي فروم اويل تو ووتر دي معناها ايه؟ معناها الكونسنتريشن اوف سبستنس بتاعتك في الاورجانيك فيز او الاويل مقسومه على الكونسنتريشن بتاعه السبستنس بتاعتك في الاكوس فيز او الووتر. هي هل كي فروم اويل تو ووتر مختلفه عن كي فروم ووتر تو اويل؟ قال لك اه. لو قال كي، احسب لي كي فروم ووتر تو اويل، يبقى معناها ان الووتر هتبقى فوق، يبقى الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الووتر هتكون فوق مقسومة على الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الأورجانيك فيز. طيب لو كان قال كي بس وسكت، فدي معروفة على طول إن هو الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الأورجانيك فيز مقسومة على الكونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الأكويس فيز. فلازم ناخد بالنا يا جماعة، هو قايل كي منين لفين؟ from oil to water ولا water to oil؟ تمام، فلازم نفرق يا جماعة، هو قايل كي from oil to water ولا water to oil ولا قال كي وساكت، عشان اعرف انا هكتب انهي قانون. تمام، طيب ايه هي بقى الابلكيشن بتاعه الديستريبيوشن لو او البارتيشن كوفيشنت؟ احنا دايما بنستخدمه في الاكستراكشن، وده انت بتشوفه اصلا في حياتك الصبح اصلا وانت بتعمل كوبايه الشاي. انت بتعمل زي كوبايه الشاي، كنت بتجيب الكوبايه وتحط فيها الباكت وتبدا تصب ايه الميه السخنه، فايه اللي هيحصل؟ تقولي جزء ان الماده الفعال اللي موجوده جوه الشاي هيحصل لها اكستراكشن عن طريق مين؟ الميه. طب ما ده برضو نوع من انواع البارتيشن،
ماما هي بتعمل الكركديه في رمضان، هي بتعمل ايه؟ مش بتنقع الكركديه في الميه، فايه اللي بيحصل؟ ان الماده الفعاله الموجوده في الكركديه هيحصل لها اكستراكشن للووتر، فدي برضو نوع من انواع مين الايه الابلكيشن بتاعه البارتيشن كوفيشنت. وانت هتتكلم بقى هتاخد الكلام ده بالتفصيل جدا في النظري. فاللي هو بنستخدمه في ايه؟ في الاكستراكشن اوف سبستنس فروم وان فيز تو انذر ان اناليتيكال اند اورجانيك كيمستري، وبنستخدمه كمان في الريموفال بتاع الاكتيف كونستيتوينت فروم الكرود دراجز. في معلومه مهمه جدا لازم تكون عارفها، ان السكسيسيف اكستراكشن او ليها اسم تاني المالتيبل اكستراكشن ويز سمول فوليوم از مور افيشنت ذان سنجل اكستراكشن ويز لارج فوليوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك لو انت عملت انهي احسن يا ترى، لو عملت اكستراكشن ب 100 مللي مر على بعضهم، ولا قسم ال 100 دول لمثلا 4 25، يعني اعمل 25 في 25 في 25 في 25، انهي الاحسن؟ اعمل اكستراكشن ويز سمول فوليوم كذا مره، ولا اعمل مره واحده بس اكستراكشن ويز لارج فوليوم؟ هنعرف ان انت لما بتقسم الاكستراكشن بتاعتك، يعني تعمل بسمول فوليوم كذا مره ورا بعض، افضل بكتير ما تعمل بالفوليوم كله مره واحده. يبقى لازم تعرف ان السكسيسيف اكستراكشن ويز سمول فوليوم از مور افيشنت ذان سنجل اكستراكشن ويز لارج فوليوم، ودي هنشوفها بمساله في اخر السكشن ان شاء الله. تمام. طيب ايه الهدف بتاع النهارده؟ احنا النهارده جايين نعمل ايه؟ النهارده جايين نحسب البارتيشن كوفيشنت اللي هو رمزه اسمه كي بتاع ماده اسمها بنزويك اسيد، والتو سولفنت بتوعنا هيبقى مين؟ اللي هما الانميسبل سولفنت هيبقى الكلوروفورم والميه. يبقى النهارده احنا جايين نحسب البارتيشن كوفيشنت اللي هو رمزه كي بتاعت الماده اللي اسمها بنزويك اسيد اللي هيحصل لها ديستريبيوشن بين الميه والكلوروفورم. اوكي؟ طيب اتفقنا ايه القانون بتاع البارتيشن كوفيشنت اللي هو كي؟ ها كي وسكت، يبقى معناها مين؟ الكونسنتريشن بتاعت الماده بتاعتي في الاورجانيك فيز اللي هو هنا هيبقى مين؟ الكلوروفورم ديفايدد باي الكونسنتريشن بتاعت الماده بتاعتي في الايكوس فيز او الميه اللي هو هنا هيبقى مين؟ الووتر. تمام. الماده بتاعتنا هي عباره عن ساتوريتد سولوشن اوف بنزويك اسيد ان ووتر. طيب سمبلي كده هحكي لكم البرنسبل بتاع الاكسبيرمنت بتاعتنا احنا عايزين نعمل ايه. تمام. بصوا كده يا ولاد، احنا عايزين نعمل ايه؟ مش انا عندي ماده اسمها بنزويك اسيد، صح كده؟ في الاول البنزويك اسيد دي كان قاعد فين؟ في الميه، في اي مشكله؟ طيب وبعد كده هبدا احط عليه مين؟ كلوروفورم. فاحنا اتفقنا ان البنزويك اسيد دي ماده بتحب الميه وبتحب الكلوروفورم، فهي تبدا توزع نفسها، جزء هتسيب الميه، جزء منها شويه هيسيبوا الميه ويروحوا يقعدوا فين؟ في الكلوروفورم، عشان توزع نفسها، جزء يتبقى في الميه وجزء يروح ليه؟ للكلوروفورم. طيب تمام. لو انا عايز احسب البارتيشن كوفيشنت اللي هو رمزه كي، مش قلنا هو عباره عن الكونسنتريشن بتاعت الماده بتاعتي في الكلوروفورم مقسوم على الكونسنتريشن بتاعت الماده بتاعتي في الميه؟ فبالتالي لو انا عايز احسبه المفروض اعين مين؟ تقولي تعيني الكونسنتريشن بتاعه البنزويك اسيد في الكلوروفورم، وايه كمان؟ وتعيني كمان الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد فين؟ في الميه. حلو. بس انا عندي مشكله للاسف، انا مش بعرف احلل الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد في الكلوروفورم، او زي ما بتقول كده بعرف احلله بس تحليله صعب ومحتاج وقت وفلوس وكده. طب يا ترى اعمل ايه؟ ازاي اتغاضى عن المشكله دي؟ انا عايز اعرف برضو الكميه اللي راحت للكلوروفورم والكميه اللي اتبقت في الميه عشان اعرف احسب البارتيشن كوفيشنت. طب نعمل ايه؟ في حد فكر كده وقال لنا طب ايه رايك، مش انت عندك البنزويك اسيد في الاول كان قاعد في الميه قبل ما تعمل اكستراكشن بالكلوروفورم؟ اقول له اه. قال لك تعرف تحلله؟ قلت له ايوه، ده سهل قوي اعرف احلله. حلو، هنحلله الاول. تمام. وليكن حللته وحسبت الكميه اللي موجوده فيه وطلعت 5 جرام. تمام. دي كده كانها التوتال اماونت بتاعت البنزويك اسيد اللي موجوده في الميه قبل ما احط عليه الكلوروفورم. طيب قال لك بص، بعد كده الخطوه الجايه هات البنزويك اسيد ده اللي كان قاعد في الميه وحط عليه الكلوروفورم وابدا اعمل عمليه الاكستراكشن. قول لي ايه اللي هيحصل كده لما بيحصل عمليه الاكستراكشن؟ تقول لي جزء من البنزويك اسيد ده هيبدا يسيب الميه وهيبدا ويروح فين؟ للكلوروفورم. بقى عندك فيه شويه قاعدين في الميه وشويه قاعدين في الكلوروفورم. تمام. هعمل ايه؟ قال لك افصل الاثنين دول عن بعض وحلل كميه البنزويك اسيد اللي متبقيه في الميه. تمام. حلو. طب انا حللتها
وطلعت وليكن 3 جرام. طب ال 3 جرام دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل كمية البنزويك اسيد اللي اتبقت في المية بعد ما حصل لها اكستراكشن بالكلوروفورم. تعرف راح كام للكلوروفورم؟ ها هنعملها ازاي؟ انا كان معايا في الاول قبل ما احط الكلوروفورم 5، ولما حطيت الكلوروفورم وبدأت اعمل عملية الاكستراكشن شوية سابوا المية وراحوا للكلوروفورم. فانا حللت دلوقتي اللي اتبقى في المية، طلع 3 جرام، يبقى يا ترى كام راح للكلوروفورم؟ ها حد قال 2 صح. جبتها منين؟ عشان تقولي يا دكتور انا كان معايا من الاول 5، 3 راحوا اتبقوا في المية، يبقى اكيد 2 جرام راحوا فين؟ في الكلوروفورم صح. طيب بس نشترط ان عشان نعمل الكلام ده لازم يكون الفوليوم بتاع الفوليوم ذا سيم، يعني لو هنا 25 مللي تحسب الكميه اللي موجوده في 25 مللي وليكن، لازم هنا برضو الكميه اللي تكون موجوده في كام؟ في 25 مللي. دي كده الفكره بتاعه التجربه. فانا بالظبط هعمل كده، هحسب الاول البنزويك اسيد لوحده قبل ما احط عليه كلوروفورم، ودي هسميها التوتال، وبعد كده ابدا احط الكلوروفورم بتاعي واحسب اللي اتبقى من البنزويك اسيد في الميه تمام، واشوفها كام. وبعد ما بعمل شويه كالكوليشنز وابدا ايه اطرح من بعض واجيب قد ايه راح لي ايه للكلوروفورم. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب ده البرنسبل بتاع التجربه. طيب تاني، يبقى لو انا عندي الماده اللي هي البنزويك اسيد دي زي ما قلنا، والبنزويك اسيد بتتوزع جزء منها بيروح للميه وجزء منها بيروح للكلوروفور، فلو افترضت ان انا كان معايا 5 جرام من البنزويك اسيد، قلت ده كده قبل ما احط عليه الكلوروفور تمام، وبعد ما حطيت الكلوروفور وعملت اكستراكشن وجيت حللت الميه اللي بقى من البنزويك اسيد في الميه لقيته 3 جرام، نعرف قد ايه راح للكلوروفور. ها قلنا نعملها ازاي؟ قلنا 5 ماينس 3 يطلعوا 2 جرام راحوا للكلوروفورم. طب لو انت الفوليوم بتاع المية بتاعتك هنا كان 25 ملي وليكن، والفوليوم بتاع الكلوروفورم وليكن كان 5 ملي، نعرف نحسب البارتيشن كوفيشنت. تقول لي سهلة، K اللي هو البارتيشن كوفيشنت هو عبارة عن الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتك في الكلوروفورم على الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتك في المية. بس خلي بالك في فرق بين الاماونت والكونسنتريشن. ايه الفرق يا دكتور بين الاماونت والكونسنتريشن؟ تقول لي الكونسنتريشن هي عباره عن الاماونت مقسومه على الفوليوم. يعني ممكن اسالك سؤال، هل الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد في الميه هقول 3 جرام؟ لا غلط، 3 جرام دي اماونت. امال لو انا عايز الكونسنتريشن بتاعه في الميه اقول كام؟ تقول لي 3 على 25. طب حد يعرف يحسب لي الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد في الكلوروفورم؟ ها الاماونت اللي هو ال 2 جرام مقسومه على ال 5 مللي صح. يبقى انا وانا عايز احسب الكي هقول ها كي بتاعت الكلوروفورم الكونسنتريشن قصدي بتاع الكلوروفورم كام على كام؟ تقول لي ال 2 على ال 5. حلو، طب الكونسنتريشن بتاع الميه كام؟ ها 3 على 25 صح تمام. هي دي بالظبط فكره الاكسبيرمنت بتاعتنا، اللي احنا هنحسب التوتال بنزويك اسيد قبل ما اعمل الاكستراكشن، يعني قبل ما احط كلوروفورم، وبعد كده احط كلوروفورم واحسب كميه البنزويك اسيد اللي اتبقت في الميه بعد ما عملت اكستراكشن تمام. وبعدين ابدا اطرح الاثنين من بعض اعرف قد ايه راح لي ايه للكلوروفورم، وابدا اعوض في القانون بتاع البارتيشن كوفيشنت. ده سيمبلي كده الاكسبيرمنت. طب تعالى كده نحسب ونشوف هنشتغل الاكسبيرمنت دي ازاي. طبعا في فيديو هتتفرج عليه بيوضح لك ازاي بنشتغل الاكسبيرمنت دي بالظبط، بس ركز برضو معايا عشان تبدا تشوف النظري مع العملي وهما بيشتغلوا الاكسبيرمنت. طيب تعالى نشوف. اول حاجه كان عندي ماده اسمها مين؟ ساتوريتد بنزويك اسيد. ساتوريتد سوليوشن بنزويك اسيد زي ما هتشوف في الفيديو هتلاقي فيه شويه سوليدز تحت وفي سوليوشنز فوق. فهناخد اول حاجه هسحب من الازازه دي هاخد 50 مللي بميجر تمام، مش شرط يكونوا اكيوريت، يعني باخدهم رفلي كده ممكن 50 60 مللي مفيش مشكله. وبعدين هبدا اعمل لهم فلتريشن. ايه اللي هيحصل في استخدم فلتريشن باستخدام فانل وفلتر بيبر؟ هيبدا يحصل فلتريشن، الجزء السوليد هيبقى فوق والليكويد او الفلتر هيبقى مين؟ تحت. انا شغلي كله على مين؟ على الفلتر ده.
الفلتر ده بيمثل ايه؟ بيمثل بنزويك اسيد قاعد في المي. طيب هعمل ايه؟ هبدأ اسحب منه 10 ملي. اسحب ال 10 ملي دول ازاي؟ لازم يكونوا اكيرت. اكيرت عندي في المنهج ملهاش غير معنى واحد، يا اما هتسحبهم ببلب بيتا 10 يا اما هتسحبهم بالبيريت. فانا هنا هسحبهم بايه؟ ببلب بيتا 10، وبعدين هحط عليهم 10 نقط في نول فيسالين واحطهم في فلاسك، وبعد كده هعمل تايتريشن بالبوينت او 2 نورمال صوديوم هيدروكسايد. خلي بالك من الرقم ده عشان هنستخدمه. طب البوينت او 2 نورمال ده يا دكتور بجيبه منين؟ هتلاقيه مكتوب على الازازه بتاعه الصوديوم هيدروكسايد اللي هو التايترانت بتاعك، تمام؟ طيب وابدا انزل نقطه في نقطه من الصوديوم هيدروكسايد لحد الاند بوينت بتاعتي اللي هو الفيرست بينك، ودي كده هتبقى ميلز 1. اكتبها عندك في الكراسه كده او في الكشكول، دي ميلز 1. دي بتمثل ايه ميلز 1 دي؟ دي بتمثل التوتال بنزويك اسيد قبل ما اعمل اكستراكشن. ليه قبل ما اعمل اكستراكشن؟ يا حبيبي ما انا ما حطيتش كلوروفورم، انا لسه ما حطيتش حاجه خالص، يبقى ده البنزويك اسيد في الميه قبل ما اعمل اكستراكشن. وهسمي الميلز اللي طلعت لي من البيريت دي هسميها ميلز 1، اوكي؟ وده الجزء الاولاني من الاكسبيرمنت، طلعت بيه ميلز 1 اللي هي بتمثل ايه؟ بتمثل التوتال بنزويك اسيد قبل ما اعمل اكستراكشن. طيب الخطوه الثانيه اكيد هبدا اعمل ايه بقى؟ الاكستراكشن. هجيب ازازه ستوبرد بوتل وتكون بغطا واتاكد الاول انها مش بتسرب، وبعدين هسحب 25 مللي من الفلتر ده، ولازم يكونوا اكيرت. قلنا اكيرت دي يعني هسحبها يا اما بالب بيت يا اما بالبيريت، فابدا برضو هسحبها بالايه؟ بالبالب بيت 25 مللي، واحط عليهم برضو 5 مللي كلوروفورم. كده يبقى معناه ان انا هبدا عمليه الاكستراكشن. طب هحط ال 5 مللي كلوروفورم دول بايه؟ هنحطهم برضو ببلب بيت 5 مللي. بس خلي بالك وانت بتتعامل مع الكلوروفورم ده، عشان الكلوروفورم ده فيري توكسيك وبيعمل هيباتوتوكسيستي، فلازم تسحبه باي بامب. وهتشوف في الفيديو ازاي بنسحب الكلوروفورم ده بالايه؟ بالبامب، تمام؟ يبقى انا الازازه بتاعتي دلوقتي بقى فيها بنزويك اسيد 25 مللي كان قاعد في الميه، وهبدا احط عليهم 5 مللي كلوروفورم. تخيل كده ايه اللي هيحصل؟ تقول لي شويه بنزويك اسيد هيبداوا يسيبوا الميه ويطلعوا يقعدوا فين؟ عند الكلوروفورم. طب ازاي هبدا عمليه الاكستراكشن دي؟ تقول لي هعمل فيجرا شيك، شيك بغباوه، شيك جامد جدا لمده 10 دقائق، وال 10 دقائق دول برضو لازم يكونوا ايه؟ اكيرت. طيب وبعدين بعد ما عملت ال 10 دقائق برضو يا ولاد خلي بالك عشان الحاجات دي هنستخدمها، احنا دلوقتي الاكواس فيز دلوقتي انت حاطط قد ايه ميه بنزويك اسيد في الميه؟ كانوا حجمهم كام او الفوليوم بتاعهم كام؟ 25 مللي، خلي الرقم ده في دماغك، تمام؟ 25 ايه مللي، كنت حاطط عليهم قد ايه كلوروفورم؟ خلي برضو الرقم ده في دماغك عشان نحتاجه بعد كده، 5 مللي كلوروفورم، تمام؟ طيب بعد ما عملت يا دكتور الشيكنج لمده 10 دقائق اكيرت حسبتهم على الستوب ووتش، هبدا اعمل ايه بعد كده؟ هبدا انقلهم جوه حاجه اسمها سيبريتنج فانل. هو ايه الرول بتاع السيبريتنج فانل؟ جاست سيبريشن، هتفصل الميه عن الكلوروفورم. يبقى ده دور السيبريتنج فانل، هتفصل الميه عن مين؟ عن الكلوروفورم. خلي بالك هتبدا تفضي المحتويات بتاعه البوتل دي جوه السيبريتنج فانل. ده شكل السيبريتنج فانل، بيكون فيها جزء حنفيه او تاب كده من تحت، وبيكون فيها ليها ستوبر كده ايه من فوق، ليها غطا كده من فوق. هبدا احطهم الكونتنت بتاع البوتل جواها واقفل الغطا، وتبدا تعلقها على ستاند. طبعا هتشوف في الفيديو ازاي بنعلق مين السيبريتنج فانل دي عشان نسيبها تفصل الايه الميه عن الكلوروفورم. هسيبها قد ايه تفصل؟ حوالي 10 دقائق او اكتر على حسب ما تفصل، تمام؟ وبعدين هيبدا يفصلوا لي تو لايرز، وهبقى شايف بينهم خط فاصل كده بنسميه الباوندري. هيبقى تحت هيبقى عندك الكلوروفورم، وهيبقى فوق عندك مين؟ الميه. طيب هبدا اعمل ايه؟ هو انا بعرف احلل الكلوروفورم؟ لا. يبقى بعد ما يحصل complete separation هبدا افتح الغطاء. اوعى تنسى تفتح الغطاء ده الاول، وبعدين تبدا تفتح الحنفيه دي وتبدا تصب اللي هو الاورجانيك فيز اللي هو الكلوروفورم في بيكر، وتعمل له ديسكارد انا مش عايزه، ونبدا نجمع اللي هو الاكواس فيز اللي هو الجزء اللي فوق ده ونحطه في بيكر ايه تاني، اوكي؟ ده انا عايزه. طيب حوالي كان كام الاكواس فيز لو حد فاكر؟ ها 25 مللي، يبقى عندك حوالي 25 مللي موجودين في بيكر. طيب انا هسحب منهم بس 10 مللي، خلي بالك انا هسحب منهم كام؟ 10 مللي، مش هشتغل على 25 مللي كلهم، وابدا احطهم في فلاسك واحط عليهم 10 نقط برضو في نول فيسالين
وابدأ أعمل تايتريشن بالبوينت أو تو نورمال برضو صوديوم هيدروكسايد، هبدأ أنزل دروب باي دروب لحد ما يديني اللون الفيرست بينك. ودي تبقى ميلس تو بالنسبة لك، اللي هي بتمثل إيه ميلس تو دي؟ ها، كمية البنزويك أسيد اللي اتبقت في المية بعد ما عملت عملية الإكستراكشن، صح ولا غلط؟ آه، يبقى دي الكمية المتبقية في المية بعد ما عملت عملية مين؟ الإكستراكشن، تمام؟ يبقى خلي بالك كده، نفتكر مع بعض، ميلز 1 التوتال كله قبل ما أعمل عملية الإكستراكشن، أما الميلز 2 بتمثل إيه؟ كمية البنزويك أسيد اللي اتبقت في المية بعد ما عملت عملية مين؟ الاكستراكشن. خلي بالك الاكستراكشن كانت معموله بكام؟ 25 مللي بنزويك اسيد قاعد في الميه و5 مللي كلوروفورم، عشان النسب دي هنرجع لها. وفي كلتا الحالتين في التايتريشن كنت بسحب هنا 10 مللي وكنت بسحب هنا برده كام؟ 10 مللي. خلي بالك من الارقام دي عشان نبدا نحتاجها في الكالكوليشنز. طيب ده شكل السيبريتنج فانيل اهو، بيقول لك لما بتيجي تفصل هتلاقي الاورجانيك فيس تحت اللي هو الكلوروفورم وهتلاقي الميه فوق. طب يا دكتور انت عرفتي منين الكلوروفورم هو اللي فوق اللي تحت والميه فوق؟ هقول لك، عشان الكلوروفورم اتقل من الميه، heavier than water، عشان الدنسيتي بتاعته اكبر. وهتلاقي في حد فاصل كده باوندري ما بينهم، وساعات بيتكون زي حاجه كده ايمالشن نتيجه الرج اللي هو الجامد. برده لو اتكون الايمالشن ده انا برده مش عايزه، زي ما هتشوف في الفيديو بتاع البارتيشن هتلاقي برده ايمالشن اتكون، وهتلاقي اللي هو اترمى برده مع الاورجانيك فيز اللي انا مش عايزه. طب حد يقول لي يا دكتور، طب انا مثلا ممكن ما اعرفش ان الكلوروفورم اتقل من الميه، فمعرفش ان هو تحت. ممكن تعرفها بحاجه تانية، حجم الميه كان كام؟ الفوليوم بتاع الميه كان كام عندك؟ كان 25 مللي. طب والفوليوم بتاع الكلوروفورم كان كام؟ تقول لي كان 5 مللي. اه، يبقى انا ممكن اعرف ان الفوليوم الصغير اللي ده هيبقى مين؟ الكلوروفورم، والفوليوم الكبير هيبقى مين؟ الميه. هتلاقي الفوليوم الصغير اللي هو ال 5 مللي هتلاقيهم تحت، والفوليوم الكبير اللي هو ال 25 مللي هتلاقيه فوق. يبقى انا دي برده طريقه ثانيه اقدر اعرف مين الكلوروفورم ومين الميه، يا اما تقول ان الكلوروفورم اتقل من الميه فهلاقيه تحت، يا اما باي فوليوم، ان الفوليوم كان حجم الكلوروفورم قليل فهتلاقيه 5 مللي صغننين كده والميه هتلاقيها فوق، فممكن تعرف ان الحجم الكبير ده هيبقى الميه واللي حجمه صغير ده هيبقى مين؟ الكلوروفورم. في اي مشكله؟ ما تنساش يا اولاد وانت بتعمل خلاص بعد ما خلصت سيباريشن وانفصلوا عن بعض وعايز تفصل الميه عن الكلوروفورم، ها كنا بنعمل ايه؟ بنفتح الغطا ده الاول وبعد كده افتح الحنفيه وابدا انزل مين؟ الكلوروفورم، او لو معاه باوندر لاير برميه ومش عايزه، وابدا اجمع الاكويس فيز دي في بيكر وابدا اسحب منها زي ما احنا عارفين ال 10 مللي واعمل التايتريشن زي ما قلنا قبل كده. طيب كده الاكسبيرمنت العملي، تعالى بقى نحسب الكالكوليشنز عشان نحسب البارتيشن كوفيشنت اللي احنا قلنا عليه. طيب اول حاجه زي ما اتفقنا اللي التجربه بتاعتي مقسومه 2، يبقى الايه الكالكوليشنز بتاعتي برده مقسومه 2. اول حاجه بحسب ايه؟ بحسب التوتال جرامز اوف البنزويك اسيد بيفور اكستراكشن. يبقى اول حاجه بحسب مين؟ التوتال جرام بتاعت الماده اللي اسمها البنزويك اسيد قبل ما اعمل اكستراكشن. دي اللي هي كانت ايه؟ اللي انا هستخدم فيها ميلز 1 ولا ميلز 2؟ بيفور اكستراكشن يبقى ميلز ايه؟ 1، صح. طيب ده اول حاجه بنعملها على 3 ستيب، 3 خطوات سهلين جدا. يبقى كل واحده من دول 3 خطوات. هنعمل ايه؟ التوتال جرام يا جماعه سمينا رمز مين؟ A. يبقى عشان احسب التوتال جرام انا دي رمز اسمه مين؟ A. خلي بالك من الرموز دي. طيب بالقانون ده N1V1 بيساوي N2V2، طبعا انت شفت القانون ده قبل كده في السكشن اللي فات بتاع السوليبيليتي، هعيد لك عليه كده بسرعه. N1V1 دي حاجات خاصه بمين؟ بالسامبل اللي هي الحاجه اللي موجوده عندك في الفلاسك، وN2V2 دي حاجات خاصه بالتايترنت اللي هو موجود عندك فين؟ في البيرت. تعالى كده نفتكر مع بعض مين N1. N1 هي النورماليتي بتاعت البنزويك اسيد، ودايما غالبا ما نبقاش عارفينها، دايما بتكون انون، تمام؟ طب مين V1؟ الفوليوم اللي انت سحبته من البنزويك اسيد اللي كان قاعد في الميه ده عشان تعمل بيه تايتريشن اول مره، انت سحبت كام عشان تعمل بيهم تايتريشن؟ غالبا سحبت، او في معظم الاحيان بنسحب كام؟ 10 مللي. هما دول 10 مللي انت سحبتهم وحطيت عليهم ال 10 نقط في نون في سرين لو فاكر، تمام؟ طيب مين N2 دي؟ دي النورماليتي بتاعت التايترنت اللي انت هتجيبها من على الازازه. فاكر كنا بنعمل تايتريشن بحاجه اسمها ايه؟ 0.02 نورمال، صح؟ يبقى تركيزه كام؟ 0.02 نورمال. طيب اجيبه منين ده؟ هتلاقي في بوتل مكتوب عليها صوديوم هيدروكسايد في المعمل، وهتلاقي مكتوب عليها التركيز بتاعها 0.02.
تمام. طب مين في 2 دي؟ ده الفوليوم اللي انت اخدته من البيوريت عشان توصل للاند بوينت اللي هو ميلز 1. فاكر لما قلت لك سجل دي عندك، هنسميها ميلز 1 اللي هي بتعبر عن التوتال بنزويك اسيد بيفور اكستراكشن. اه يبقى في 2 دي هتبقى ميلز 1، والان 2 اللي هي هتبقى مين؟ البوينت او 2، والفي 1 ال 10 مللي اللي انا سحبتهم عشان اعمل بيهم تايتريشن. ودايما ان 1 مش عارفينها، بقى عندي ثلاثه عارفينهم وواحده بس مش عارفينها، ابدا اي احسبها واجيب ان 1. دي كده اول خطوه. بعد ما جبت ان 1 دي عايزه احولها لكونسنتريشن، بس اليونت بتاعته تكون جرام بير لتر. فاعمل ايه؟ قال لك الان 1 اللي انت جبتها دي اضربها في حاجه اسمها الايكويفالنت ويت، اللي هو هنا بكام؟ ب 122. يبقى الايكويفالنت ويت بتاع البنزويك اسيد بكام؟ ب 122. يبقى ان 1 الرقم اللي هيطلع لي من فوق هنا هضربه في كام؟ في 122. اول ما تضربه على طول في 122 هيديك اوتوماتيك الكونسنتريشن، بس خلي بالك اليونت بتاعته جرام بير لتر. يبقى الخطوه الاولى جبت مين؟ ان 1. الخطوه الثانيه جبت ان 1 ضربتها في الاي اللي هي اللي هي كام الاي دي؟ اللي هي ب 122. هتجيب مين؟ الكونسنتريشن، بس اليونت بتاعته جرام بير لتر. طب ايه الخطوه الثالثه؟ خلي بالك انا مش عايز احسب الكونسنتريشن جرام بير لتر، انا عايز اعرف التوتال جرامز اوف بنزويك اسيد، عايز الجرامات. طب يعني ايه جرام بير لتر؟ يعني لو طلع هنا وليكن فور اكزامبل 5 جرام بير لتر، حد يعرف ترجمها يعني ايه 5 جرام بير لتر؟ معناها 5 جرام موجودين في لتر، يعني كام مللي؟ 1000 مللي. يبقى اقول 5 جرام موجودين في 1000 مللي. بس انا مش عايزه اشتغل على 1000 مللي، انا عايز اعرف. فاكر التجربه بتاعتنا كنت حاطط 25 مللي بنزويك اسيد في ميه وحطيت عليهم 5 مللي كلوروفورم، قلت لك عشان اشتغل لازم اعرف الكميه اللي موجوده في ال 25 مللي كام، صح؟ واللي بقى برضو في ال 25 مللي كام عشان اعرف اطرحهم من بعض واعرف قد ايه راح للكلوروفورم. فبالتالي انا عايز اعرف الكميه اللي موجوده في 25 مللي. فهنعملها ازاي؟ الرقم اللي هيطلع لك من فوق هنا وليكن 5 جرام، هفترض هقول عشان احسب التوتال جرام اوف بنزويك بيفور اكستراكشن، وليفترض هطلع اللي هو طلع هنا 5 جرام، فهقول معناه 5 جرام موجودين في كام مللي؟ في 1000 مللي. بس انا مش عايز اللي في 1000، انا عايز اجيب اللي في كام؟ في 25 مللي. اضرب طرفين في وسطين او حاجه اسمها كروس مالتيبليكيشن هتعرف تجيب ايه دي اللي هي مين؟ التوتال بنزويك اسيد قبل ما اعمل اكستراكشن. جبتها ازاي؟ بثلاث خطوات. اوكي، يبقى الرقم اللي هيطلع لك هنا هتقول وليكن طلع 10 جرام، هقول له 10 جرام موجودين في كام؟ في 1000 مللي. يبقى يا ترى كام موجود في ال 25؟ طرفين في وسطين هجيب قيمه مين؟ A. طيب الجزء الثاني بقى من الكالكوليشن بتاعنا اللي هو بعد عمليه الاكستراكشن، عايز اعرف الاماونت اوف البنزويك اسيد اللي موجوده افتر اكستراكشن، هنسميها هنا B. امال التوتال سميناه ايه؟ A. الاماونت اوف بنزويك اسيد remaining افتر اكستراكشن هنسميه B. تعالى كده نكتب القانون N1V1 equal N2V2. طيب مين N1 نفتكرها دايما مش عارفينها؟ مين V1؟ الفوليوم اللي انت سحبته عشان تعمل بي تايتريشن. انا سحبت كام من البنزويك اسيد اللي قاعد في الميه عشان اعمل بي تايتريشن؟ 25 مللي ولا 10؟ ها افتكر كده؟ لا انا سحبت 10 مللي، حتى الدكتور قاعد تقول يا جماعه مش هناخد ال 25 مللي كلهم بعد ما نفصلهم، هنسحب منهم بس 10 مللي هعمل بيهم تايتريشن. يبقى خلي بالك ان الفي 1 ده بكام؟ ب 10 مللي مش ب 25. انا عملت اكشوال تايتريشن كام؟ عملت تايتريشن ل 10 مللي بس. طيب ان 2 اللي احنا قلنا بنجيبه من الازازه برضو انا عملت تايتريشن ب 0.02 نورمال صوديوم هيدروكسايد. طيب الفي 2 كان كام؟ ها الفوليوم اللي انت اخدته من البيرت عشان توصل للاند بوينت اللي احنا سميناه لو فاكر اللي هي ميلز 2 اللي هي بتعبر لك عن الافتر اكستراكشن. طيب تمام، هنجيب من هنا مين؟ ان 1. قلنا ان 1 الخطوه الثانيه اضربها على طول في مين؟ في الاي عشان اجيب الكونسنتريشن باليونت جرام بير لتر. حد فاكر الاي دي كانت بتساوي كام؟ 122. يبقى ان 1 اللي طلعت لي من فوق هضربها في 122 هتديني الكونسنتريشن بتاعك بس اليونت جرام بير لتر. لو حد فاكر احنا قلنا احنا مش عايزين جرام بير لتر، احنا عايزين نعرف اللي موجود في 25 مللي، فهقول ده موجود في 1000 مللي. يبقى يا ترى كام اللي احنا هنسميه هنا المره دي بي موجود برضو في الايه؟ في ال 25 مللي. باي كروس مالتيبليكيشن او طرفين في وسطين هتعرف تجيب قيمه مين؟ البي.
يبقى نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط. كل اللي هيتغير عندك ان ال V2 دي هتبقى ملز مين 2، وهتاخد ال N1 برضو تضربها في 122، والرقم اللي هيطلع لك من هنا وليكن طلع 6، هقول 6 موجودين في 1000 ملي يبقى يا ترى كام موجود في ال 25 ملي، وهعمل طرفين فاصلتين واجيب مين ايه قيمه بي. بي دي هنا بتمثل مين؟ ها الاماونت اوف بنزويك اسيد افتر اكستراكشن، يبقى دي بتمثل مين؟ الاماونت اللي اتبقت في الميه بعد ما عمليه الاكستراكشن. حد يعرف ازاي نحسب الاماونت اوف بنزويك اسيد اللي راحت للكلورفورم؟ ها اللي هو لما كنا بنطرح تقول لي يا دكتور سهله التوتال اللي هو سميناه ايه اللي هو كان بيفور اكستراكشن، تطرحيه من اللي اتبقى اللي هو سميناه بي افتر اكستراكشن. هسمي اللي راح للكلورفورم المره دي هسميه سي. سي بتساوي مين؟ A ماينس البي. يبقى مين سي دي؟ دي التوت دي الجرامز الاماونت اللي راحت للكلورفورم. بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بالطرح، اللي انا زي ما احنا قلنا عشان انا ما بعرفش احسب الكلورفورم فبجيبه بالطرح. بجيب التوتال الاول واطرحه من اللي اتبقى في الميه كام، واعرف ساعتها اجيب قد ايه راح لايه؟ للكلورفورم. فهنجيبه ازاي؟ A ماينس البي. طيب في اي مشكله دلوقتي؟ هنعيد تاني اهو، بعيد تاني معاك الخطوات بتاعت المساله بتاعتي، قصدي بتاعت الكالكوليشن بتاعت الاكسبيرمنت. زي ما قلت لك هنقسم الصفحه اهو 2، الكالكوليشن بتاعتي مقسومه على 2. اول حاجه بحسب اللي هو بيفور اكستراكشن اللي هو مين؟ التوتال بنزويك اسيد اللي سميناه ايه. اول حاجه بعوض في القانون ده ان 1 في 1 ايكوال ان 2 في 2 وبجيب مين؟ ان 1. جبت ان 1 هتضربه على طول في ال 122، كده جبت الكونسنتريشن اليونت بتاعها ايه؟ جرام بير لتر. عايز احسب الايه؟ احسبها ازاي؟ الرقم اللي طلع لك هنا هتقول الرقم ده موجود في 1000 مللي، يا ترى كام موجود في ال 25 مللي؟ طرفين وفي وسطين هتجيب قيمه مين؟ ال A. طب الناحيه الثانيه انا عايز احسب بقى الافتر اكستراكشن، برده هطبق القانون، بس خلي بالك V2 دي هتبقى ملز 2 اللي هي الملز اللي انت بتجيبها بعد الاكستراكشن، بعد ما تفصل الميه عن الكلوروفورم، تمام؟ وما تنساش برده ان V1 برده هتبقى 10 ايه؟ مللي. هجيب N1 عادي، وبعد ما جبت N1 هي هضربها في الE اللي هي بكام؟ ب 122. لما اضرب ال N في الE هتديك الكونسنتريشن اللي هو التركيز، بس اليونت بتاعته جرام بير لتر. طيب انا مش عايز كده، انا عايز الاماونت اللي موجوده في ال 25 مللي، فعشان احسب التوتال جرامز في البنزويك اسيد افتر اكستراكشن اللي احنا سميناها مين؟ بي، هقول الكميه الكونسنتريشن ده موجود في 1000 مللي، يبقى يا ترى كام اللي انا هسميه هنا بي موجود في 25 مللي؟ طرفين في وسطين هتعرف تجيب قيمه مين؟ بي. بقى عندي A وB، نعرف قد A راح للكلوروفورم، سمينا اللي راح الأماونت اللي راحت للكلوروفورم سميناها C، يبقى C هتساوي A اللي هي التوتال أماونت ماينس الB. أوكي كده؟ كده أنا جبت إيه؟ بقى عندي في إيدي تلاتة أماونت، واحدة اسمها A اللي هي بتمثل التوتال، واحدة اسمها B اللي هي الكمية اللي اتبقت في المية بعد ما عملت عملية الإكستراكشن، وC اللي هو الكمية من البنزويك أسيد اللي راحت للكلوروفورم لما عملت إكستراكشن. طب انا كده حسبت البارتيشن كوفيشنت؟ تقولي لا لسه، هو البارتيشن كوفيشنت كان بيساوي ايه؟ لو حد فاكر، كي هو الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد في الكلوروفورم مقسوم على الكونسنتريشن بتاع البنزويك اسيد في الميه. بس خلي بالك انا مش معايا كونسنتريشن، انا معايا الاماونت. تعال نفتكر كده، احنا سمينا الاماونت اللي راحت في الاورجانيك اللي راحت للكلوروفورم سميناها ايه؟ حسبناها سميناها سي. الفوليوم بتاع الكلوروفورم لو حد فاكر من الاكسبيرمنت، لو قلت لك خلي بالك خليه في دماغك، كان كام؟ كان 5 مللي. يبقى هقسم سي اللي هي الاماونت اوف البنزويك اسيد اللي راحت للكلوروفورم هقسمها على 5، كده انا جبت الكونسنتريشن بتاع البنزويك في الكلوروفورم. طب ازاي نجيب الكونسنتريشن بتاع في الاكواس فيز؟ ها احنا اتفقنا الكميه اللي اتبقت من البنزويك اسيد في الميه افتر اكستراكشن، ها انا كل شغلي دلوقتي وانا بحسب الكي على موضوع الايه؟ افتر اكستراكشن، سميناها ايه؟ سميناها بي. طب الفوليوم بتاع البنزويك اسيد في الميه لو انت فاكر في الاكسبيرمنت كنا بنحط كام مللي؟ 25 مللي، فهتبقى بي على 25. احسب ده واحسب ده وبعد كده تقدر تحسب مين؟ البارتيشن كوفيشنت. دي برضو اعاده، خلاص احنا قلناها اكتر من مره. هراجع بس معاك على اللي هو الرموز. ما تنساش ان التوتال جرام اوف بنزويك اسيد في الاكوا سوليوشن قبل ما اعمل عمليه الاكستراكشن ايه؟ ايه لازمه الاي دي؟
الاي دي انا بستخدمها عشان اعرف اجيب قد ايه راح للكلوروفورم لما اطرحها من بي. مين بي؟ هو الجرامز اوف بنزويك اسيد ان سوليوشن افتر اكستراكشن، هي بي. طيب لو انا عايزه اعرف قد ايه راح للاورجانيك لاير هعمل ايه؟ هطرح A ماينس البي هتساوي ساعتها مين سي اللي هو اللي راح للكلوروفورم او الاورجانيك فيز. طيب لو عايزه اجيب الكونسنتريشن في الاورجانيك لاير تقولي سي يعني معناها الاماونت دي على الفوليوم اللي هو كانوا كام مللي، كنت حاطط كام مللي كلوروفورم لو حد فاكر 5 مللي. طب لو انا عايزه اجيب الكونسنتريشن في الاكواس فيز، ها الكونسنتريشن يونت جرام بير مللي بيساوي ايه؟ ها بي على 25. ركز يا جماعه، بي مش ايه، عشان في ناس هتتلخبط وهتكتبها ايه على 25 غلط، المفروض تبقى بي على 25. يعني انا شغلي كله على بقى ايه بعد ما خلصت عمليه الاكستراكشن. طيب والبارتيشن كوفيشنت ما تنساش يا جماعه ان هو كونسنتريشن بتاع السبستنس بتاعتك في الاورجانيك لاير على الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتك في الاكوس لاير، ونخلي بالنا هو كونسنتريشن يا جماعه مش اماونت، فساعتها تبقى سي على 5 ديفايدد باي بي على 25. طيب ناخد بالنا بشويه بريكوشنز كده، لازم نعمل تشيك للسيريتنج فانل قبل ما نستخدمها. نفتكر ان احنا كنا ما بنشتغلش على 25 مللي منهم كلهم، كنا بناخد 10 مللي بس. دايما لازم تتاكد ان السبيتنج فانل بتاعتك بتبقى ما بتسربش ولا اي حاجه، فجاست ان كيس لازم تحط تحتها بيكر عشان لو هي سربت لا قدر الله. ما تنساش طبعا وانت بتفصل التو فيزز عن بعض بعد ما خلصت خلاص سيبريشن وعايز تفصل الاورجانيك عن الاكواس فيز، ما تنساش تشيل فاكر قلنا مين الغطاء بتاع السبيتنج فانل قبل ما تعمل امتنج. كده احنا التجربة بتاعتنا. الجزء الثاني زي ما احنا عارفين هتبقى مين؟ المسائل بتاعة البارتيشن كوفيشنت. المسائل بتاعة البارتيشن كوفيشنت سهلة قوي، هناخد اهي مسألة ونبدأ نطبق على طول. تمام، احنا مش عندنا غير هو قانون واحد ان الكي بتساوي الكونسنتريشن على الكونسنتريشن، فنبدأ نعوض فيه. فطبعا عشان نعرف نعوض في الكونسنتريشن لازم يكون معايا ايه؟ amount و volume، صح كده؟ طيب نركز كده احنا ازاي بنحل مع بعض مسألة البارتيشن كوفيشنت. هنا بيقول لك ايه؟ انا معايا 5 جرام من الدراج، يبقى معاك التوتال اماونت كام عندك؟ ها 5 جرام. قاعدين دايبين يعني في 100 مللي ميه، يبقى دلوقتي ال 5 جرام من الدراج قاعدين في كام مللي ميه؟ في 100 مللي ميه. وبيقول لك مره هتعمل لها اكستراكشن ب 100 مللي ايثر مره واحده، يبقى مره تعمل سنجل اكستراكشن ب 100 مين؟ ب 100 مللي. عايز مره هيعمل سنجل اكستراكشن ب 100 مللي، ومديك الكي من الايثر للووتر بكام؟ ب 8. ده اول سؤال. طيب والسؤال الثاني بيقول لك هيعمل اكستراكشن بكام؟ بايثر بس 2 تايمز 50 مللي. يعني ايه 2 تايمز 50 مللي؟ يعني هيعمل اكستراكشن مرتين ورا بعض، يعني كانه قسم ال 100 دي على مرتين، مره هيعمل 50 ويعمل اكستراكشن وبعد كده يحط 50 ثاني ويعمل انذر اكستراكشن، اوكي؟ كانه قسمهم. وبيقول لك احسب لي الكميه المتبقيه في الميه بعد عمليه مين؟ الاكستراكشن. دايما لما بتجيلي مساله بارتيشن كوفيشنت برسم البيكر ده كانه كروكي، وبحدد مين هو الاكستراكتنج ليكويد بتاعي. فين الاكستراكتنج ليكويد؟ هو هيعمل اكستراكشن بمين؟ ها تعال نبص كده في المساله. دلوقتي 5 جرام من الدراج قاعدين في ميه، هو هيعمل اكستراكشن بمين؟ بايثر. حلو، يبقى الاكستراكتنج ليكويد بتاعك مين؟ ايثر. هفترض اللي راح دايما للاكستراكتنج ليكويد هسميه اكس، يبقى دايما بنفترض كده اللي راح للاكستراكتنج ليكويد هسميه وليكن راح له اكس جرام اماونت معينه هنسميها اكس. يبقى تفتكر اللي بقى في الميه كام؟ ها التوتال اماونت اللي هي ال5 ماينس اللي راح لايه؟ للايثر اللي هو اكس، هيبقى 5 ماينس الاكس. يبقى اكس ده هي بتمثل الاماونت اوف ايثر، الاماونت اوف الدراج اللي راحت لايه؟ للايثر اللي هو الاكستراكتنج ليكويد بتاعك. طب الفوليوم بتاع الايثر كام؟ اول مره هيعمل اكستراكشن بكام مللي ايثر؟ ب 100 مللي، يبقى ده الفوليوم بتاعه. طيب احنا قلنا الاماونت بتاعت الميه خلاص بقت 5 ماينس الاكس. ها الفوليوم بتاع الميه كام؟ 100 مللي. نقدر نعوض كده في القانون بتاع البارتيشن كوفيشنت. تعال نعوض، كي بتساوي ايه؟ ها حد فاكر الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتي، وقال ايه؟ ايثر تو ووتر. يبقى الايثر هو اللي هيكون فوق، الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتي في الايثر مقسومه على الكونسنتريشن بتاعت السبستنس بتاعتي في الميه. طيب احنا قلنا كونسنتريشن على كونسنتريشن، فتعال نشوف كده الكونسنتريشن بتاع الايثر كام. ها الكونسنتريشن اتفقنا اللي هو اماونت على فوليوم، هيبقى x على 100، يبقى هقول x over 100، اوكي؟ طيب تحت هيبقى ايه؟ الاماونت برضو اللي هي 5 minus الـ x مقسومة على الفوليوم اللي هي 100،
تبقى 5 ماينس اكس على 100. انا كده عوضت في القانون. بعد ما عوضت في القانون اعمل ايه؟ عايزه اجيب قيمه الاكس، هي دلوقتي الحاجه الوحيده المجهوله عندي. فهنعمل ايه عشان بس نبسط الكالكوليشن بتاعت الرياضه دي؟ 8 هتنزل زي ما هي، فين البسط؟ اهو اكس على 100 ينزل زي ما هو، اكس على 100. عشان نحول علامه القسمه الكبيره دي لضرب، حولتها لضرب، لازم نشقلب المقام. بدل ما هو 5 ماينس اكس على 100 هخليه 100 على 5 ناقص اكس. كل ده بعمله ليه؟ عشان احول علامه القسمه الكبيره دي لضرب، عشان بسهل عمليه الايه الحسابات، عشان اعرف اجيب قيمه الاكس. كده بقت مساله رياضه عادي، هتبدا تحسب قيمه الاكس وتطلع قيمه الاكس. طلعت الاكس بكام؟ 4.44 جرام. ده معناه ايه؟ معناها ان حصل ان الايثر عمل اكستراكشن ل 4.44 جرام، راحوا للايثر. طب حد يعرف هو عايز اللي راح للايثر؟ هو السؤال عايز اللي راح للايثر؟ لا، ده عايز الاماونت اللي اتبقت في الميه بعد الاكستراكشن. ها يبقى الميه بنحسبها ازاي؟ 5 ماينس الاكس. 5 والاكس كانت طلعت كام؟ 4.44، يبقى اللي اتبقى في الميه كام؟ 0.56 جرام. تمام كده انا حليت اول سؤال. بس خلي بالك انا عايزاك بس تحفظ بس الرقم ده. لما عملت سنجل اكستراكشن بال 100 مللي ايثر على بعضهم، حصل اكستراكشن لكميه قد ايه؟ 4.44 من 100. احفظ الرقم ده دلوقتي عشان بس هقرر لك بيه بحاجه. تمام، دي الكميه اللي راحت للايثر لو عملت ال 100 مللي ايثر على بعضهم، عملت لهم اكستراكشن. تعالوا نشوف ايه الفرق لو قسمت ال 100 دول لخمسنتين، 50 في 50. 2 في 50 معناها 50، هعملها كام مره؟ مرتين، مره ومره. اوكي، يعني هو دلوقتي هيعمل مالتيبل اكستراكشن او سكسيسيف اكستراكشن، هيقسم ال 100 دول على مرتين، هيعمل 50 ويعمل اكستراكشن، وبعد كده يعمل سكند اكستراكشن بالانذر 50 مللي. تعال نشوف اهي. اول 50 مللي ايثر قلنا بنعمل ايه؟ هنرسم البيكر بتاعنا. هنفترض اللي حصل له اكستراكشن للايثر واي، يبقى اللي بقى في الميه كام؟ التوتال اماونت اللي هي 5 ماينس الواي. الفوليوم بتاع الايثر كام؟ يعمل اكستراكشن بكام مللي؟ ب 50، يبقى الفوليوم بتاعه 50. والفوليوم بتاع الميه في المساله كان مدولي بكام؟ ب 100. هنعوض عادي في القانون، كي مديها لي ب 8. كونسنتريشن في الايثر هيبقى كام؟ واي على 50، والكونسنتريشن في الميه 5 ماينس الواي مقسومه على ال 100. قلنا عشان نبسط عملية دي في الرياضة، واي على 50 تبقى زي ما هي، وعلامة القسمة دي نحولها لضرب ونشقلب المقام اللي هو الجزء اللي تحت ده، هيبقى 100 على 5 ناقص واي. كده نعرف نجيب قيمة مين؟ الواي. الواي دلوقتي بقت كام؟ كده يبقى الكمية اللي راحت لي الإيثر كام؟ 4 جرام. طب دلوقتي يا ترى بقى كام في المية؟ تقول لي كان معايا 5 ماينس الأماونت اللي اكستراكتد باي ذا إيثر اللي هي 4، هيتبقى في المية 1 جرام. حلو، يبقى دلوقتي المية بتاعتك بعد ما تشيل خلاص الإيثر ده هيبقى فيها كام دلوقتي؟ 5 ولا 1؟ 1 جرام. هيعمل بقى هو دلوقتي سكند اكستراكشن ب 50 مللي كمان. فال 50 مللي اللي هيحطهم دلوقتي على المية اللي هي فيها 1 جرام، يبقى هو دلوقتي هيشتغل على مين؟ على ال 1 جرام، ماشي اوكي، مش على 5 جرام. تعال نشوف في المسألة اهو. السكند 50 مللي ايثر، قلنا اول حاجه بنرسم مين؟ البيكر بتاعنا. هفترض ان راح للايثر كام؟ وليكن زد جرام. والفوليوم بتاع الايثر كام؟ قال لك 50 مللي. طيب اللي هيتبقى في الميه كام؟ هي دي التركه بقى. هل هقول 5 ماينس زد ولا 1 ماينس زد؟ قال لك لا، لو انت بتعمل مالتيبل اكستراكشن يبقى خلاص مش هتشتغل على التوتال اماونت اللي فوق دي. شوف الاماونت الجديده اتبقى كام؟ ايه اللي باقي دلوقتي اللي انت هتعمل عليه سكند اكستراكشن؟ خلي بالك دلوقتي انت كان عندك ازازه كان فيهم 5 جرام، عملت اكستراكشن بالايثر 50 مللي، خد من 5 جرام دول 4، يبقى دلوقتي اللي بقى في الميه كانوا كام؟ 1. هيحط عليهم 50 مللي كمان، يبقى ساعتها التوتال اماونت دلوقتي اللي هشتغل عليها تبقى 1 مش 5. يبقى دي التركه في السكند في المالتيبل اكستراكشن او السكسيسيف اكستراكشن، ان الويت بيتغير. احنا بنشتغل على الويت المتبقي اللي هو ده، اوكي؟ فيبقى 1 ماينس الزد. نعوض عادي في القانون بتاع البارتيشن كوفيشنت، كي اللي هو بيساوي 8، الكونسنتريشن زد على 50، وتحت هيبقى 1 ماينس زد على ال 100. قلنا هتبقى زد على 50 تنزل زي ما هي، علامه القسمه دي بنشيلها ونحط مكانها ضرب، بس بشقلب الجزء اللي تحت، فهيبقى 100 مقسوم على 1 ماينس الزد، ونعرف نجيب قيمه مين؟ الزد. دلوقتي الزد هتطلع بكام؟ ب 0.8. يبقى راح للايثر كمان 0.8، يبقى بقى كام في الميه؟ 1 ناقص 0.8 يطلع 0.2 جرام.
يبقى التوتال جرامز اكستراكتد باي ذا ايثر لو انا قسمت ال 100 على مرتين 50 في 50 هتكون كام؟ ها اول مره خدت كام؟ 4، وتاني مره خدت كام؟ 0.8. يبقى التوتال اماونت اكستراكتد باي ذا ايثر لو انا قسمتهم 50 و50 هيبقى 4 زائد 0.8 يطلعوا 4.8. خدت بالك من حاجه؟ فاكر لما انا عملت اكستراكشن بال100 ملي على بعضهم عمل اكستراكشن لكام جرام؟ 4.44. طب لما عملت اكستراكشن بال100 بس قسمتهم 50 في 50 شفت خد اكتر ازاي؟ ب 4.8. هي دي المعلومه اللي احنا كنا بنقول عليها ان المالتيبل اكستراكشن او السكسيسيف اكستراكشن ويز سمول فوليوم از مور افيشنت زين لو انت عملت سنجل اكستراكشن بلارج فوليوم. يبقى الاحسن تعمل اكستراكشن بال100 ملي على بعضهم ولا تقسمهم؟ لا الاحسن تقسمهم، ممكن تقسمهم 50 في 50 او تقسمهم 4 25، يعني 25 في 25 في 25 في 25. اوكي يبقى تعالى كده نرجع مع بعض. طبعا خلي بالنا ان البارتيشن كوفيشنت يا جماعه ملوش يونت، اوكي هو يونت لسه ملوش يونت. طيب هنا بيفكرك لما نيجي نحل في البروبلم لازم تعرف مين اللي فوق ومين اللي تحت، يعني كي فروم اويل تو ووتر ولا ووتر تو اويل ولا كي بس. طيب لازم طبعا تاخد بالك اللي دايما فوق اللي هو الاكستراكتنج ليكويد بنسميه اكس، لكن اللي تحت بيكون التوتال اماونت ماينس الاكس. ما تنساش ان احنا في البارتيشن كوفيشنت بنتعامل على كونسنتريشن، فما تنساش تقسم الويت على الفوليوم. اوكي خلي بالك لو انت بتعمل مالتيبل اكستراكشن ما تنساش نظبط الويت الجديد، نعمل ادجاست للويت الجديد كونسيدر ده هيبقى التوتال زي المساله اللي فاتت. ساعتها الويت الادجاست ده هيبقى كام؟ واحد مش خمسة لو انت فاكر ده في المالتيبل اكستراكشن. يبقى ما تنساش تادجاست مين؟ الويت. اوكي يعني تعرف الويت اللي انت هتشتغل عليه وتظبطه. اي مساله في الدنيا عشان نحلها لازم طبعا بيبقى مديك جيفن شويه معطيات، وبعد كده انت بتكتب في الرول وتعوض فيه وتشوف ايه هو الانون وتجيبه، وما تنساش لو حاجه ليها يونت تبدا تحل المساله، ولو ليها يونت تكتب مين الفاينل انسر بتاعتك واليونت. طبعا في مسائل في الكتاب عن البارتيشن كوفيشنت لازم تكون حلها وجايب بيها السكشن اللي جاي كده. انا خلصت البريلاب بتاعي، لو في اي اسئله طبعا ممكن تيجوا في السكشن ايه وتسالوني عادي. بس كده. Thank you.